معاناة لي أنا خاصة وجميع أفراد الأسرة بجلب المياه من البئر أو من السائلة إلى البيت. تمام، كنا نتناوب اللي فارغ بيروح يجيب ماء. وموارد المياه بعيد ما نقدرش نوصل لعنده، والماء ملوث ما نكفيش حر الشمس قلة الأمطار. إذا لم يوجد هذا المشروع لرحل أو لانزاح الناس من هنا جميعا، ولكن بسبب وجود هذا المشروع صار الآن يتوافدون إلى هذه المنطقة. وجود المشروع هذا أوفر علينا مبالغ كبيرة كانت تهدر أو تصرف على الآبار الارتوازية وعلى جلب المياه، سواء كمواد نفطية لتشغيل المعدات. في تحسن كبير في على مستوى البيت، على مستوى الزراعة، على الأغنام، على مستوى يعني حصلنا على كنز الآن. قبل المشروع كان سوء، كان عذاب، كان كل شيء. الحمد لله صح المشروع نفع البلد كاملة. ديمومة المشروع ترتكز أساساً على الوعي المجتمعي بالحفاظ على المشروع أولاً، بالترشيد. يعني بعد ما وصلت المشاريع يعني رجع الأوضاع كما هي، اكتفينا اكتفاء الذاتي بوسائل الماء